صحيت المعذرة يا سكنة ما حضرناك بعدك عروس وطرح الناج. يلا ما وصلتنا لزينب كافي يا خطيبنا طولت علينا. بين أمي البنين بناح والأنحر ما تلقتنا. يلا استعدوا. محنية ظهر تمشي ما تنوصف حالتها. فتحت باعها من بعيد ومعباس معرفتها. لحضنيني يا يمه تصيح وام لبنين ما حضنتنا. شو صفاتها يا خطيبنا؟ متروسه شيب الشعر عمياء ومحنيه ظهر. بعد اسمع هالبيت اسمع. شبقتها بفجيعه ونوح وسئلتها من تكوني من وانتي بنفس مبحوح تجاوبها عن اللي شفت صدري. يألمك لما يألمك هذا البيت ما أدري. شفت مسمار بصدر أمي والمثلث بقلب حسين.